امبارح بين ترجي والزمالك المصري، وضيفنا اللاعب السابق لزوج جمعيات وسام العابدي. العاود رحب بك من جديد وسام. وبيك سلام وبيك وبكل المستمعين. مرحبا. دونك باش نحكيو بصفه عامه قبل ما ندخلوا في التفاصيل بشوي، جلوبالمون كيف شفت الماتش البارح؟ والله ماتش البارح ما كانش فيه برشا لعب بصراحه من زوج جمعيات، مي الدخله نتاع الاسبيرونس كانت باهيه بصراحه. دخلت روا مينيت معناها بونتو، قلنا الترجي مش يدخل في الماتش معناها ونجم يترشح، لكن بعد البونتو ما شفنا حد شيء معناها بصراحه، معناها ما لقيناش برشا لعب برشا دي شيء صحيح. حتى الاربيتر ما خليش المباراه تمشي معناها كل فوت يزفرها، لكن الترجي حبينا نقولوا اللي كان ينجم يكون يظهر مستوى خير من البارح، وكان ينجم يكون خير، وكان ينجم يسجل، لكن ما شفناش معناها ما شفناش الترجي اللي يقلق برشا الزمالك، برشا دي شيء في اللعب، برشا تطويل كوره سيرتو ديام ميتون. كنا رينا الترجي ولا يحب يسجل الهدف الثاني باش يترشح النصف النهائي باي طريقه، هذا اللي يسهل ماموريه الزمالك. معناها عندهم دفاع باهي سيرتو محمود علاء في وسط المحور، هو والونش والحارس المرمى شفنا كيفاش صد الكره الهوني، معناها هذا يخليهم يلعب بارتاحيه خاطر في الكرات العاليه دفاع الزمالك تفوق برشا على مهاجمين ترجي. الغيابات في الاسبيرونس البارح كانت مؤثره، خلاو بلاصتهم اللاعبين اللي ما كانوش موجودين. اكيد جدا، سيرتو الظهير الايسر الشتي اللي عنده برشا تفاهم مع الهوني، شفنا برشا معناها يلعب معناها فرد شيره، شفنا كيفاش يطلع الشتي والهوني برشا معناها برشا اهداف تسجلت عن طريق الزوز ملاعبي هذوما. ولو انه كان فما تخوف من ربيع البارح عدى ماتش محترم. لا نحكي معناها نحكي وعلى التفاهم نحن اكيد. اللي كان معناها ممكن الاوفنسيف الربيع ما كانش قوي برشا، معناها ما عاونش برشا الاوفنسيف، اما عمل الماتش بصراحه عمل الماتش ومباراة وملاعب يلبس مريول الترجي لازم يكون في المستوى، وكان في المستوى البارح الربيع. شكون بلغيث زاد اللي يصنع اللعب، ما شفنا معناها بن ساحل البارح ما شفناه يصنع اللعب ولا فادي بنشوك. بلغيث كان مؤثر، هذوما الزوز كان مؤثرين معناها في الغياب نتاعهم البارح. ممكن زاد الخنيسي اللي هو مضروب كان ينجم يزيد عنده مده الخنيسي اي معناها كان يزيد ينجم يعاون معناها في بلاصه وترا ولا مع وترا، معناها يتبدل ديسبوزيسيون دو جو اذا معناها يولي ديزاتاكون في الاخر. لكن الغيابات صحيح اثرت حاجه معناها اثرت بالطبيعه. برمضان كيف من لعبيه كانوا برمضان اي اكيد نسيت شكون تعتبر اللي اكثر كان اكثر واحد هو معناها المؤثر ممكن الشتي وبرمضان، معناها برمضان اللي ملاعبي بصراحه صغير قاعد يعمل في نوض مو كبير في وسط الميدان، بيفو ماهو شكل بيفو معناها يفك ويعطي باس بيفو روليير وينجم يطلع وتشوف انت قداش يشوت من شوته معناها في 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 في, في المباراه تشوفه يخلق برشا خطر، عنده كفرونات معناها ملاعبي عنده كاليتي. وبصراحه الترجي الرياضي التونسي لازم تبنى عليه الملاعب هذا في وسط الميدان. التشكيل اللي بدات تعتبرها كانت الافضل اكيد اسلام بظل الغيابات الموجوده اللي حكينا عليهم والكل، هذيك هي معناها التشكيل الافضل. رجوع بدران ليعقوبي ديما يلعب، بدران ايهاب المباركي بحكم سامح مضروب، الربيع ما فماش خليل شمام وشتي معناها، كوامي وكوليبالي زوز في الوسط ما فماش معناها، بنشوك بن ساحه الهوني هذاك ديما موجود معناها، هو ترى هذيك هي الفورماسيون اللي بصراحه اللي صحيحه في ظل الغيابات الموجوده معناها. الغيابات وسام كانت تعتبر كان فما سوء نيه في العقوبات، خاصه انه الماتش بالجمعه هما جاوا الاربع في الليل معناها، جاوا بالضبط مع انطلاق الحصه التدريبيه نتاع قبل الاخيره اللي يحط فيها اكيد تاع في السيونس الاخرين نتاع تروشيك واحد صحيح سيرتو قبل 48 وحتى يمكن اقل شويه. انت كي صارت المناوشات هذه بعد المباراه علاش انت ما خليتش علاش ما عملت سلطتش العقوبه ككاف، سلطت العقوبه بعد الماتش بنهار نهارين ثلاثه ما تجيش انت قبل 48 معناها معناها مدرب ولا اطار فني كامل يحضر في الفريق اللي مش يلعب ويحضر في الملاعبين اللي مش تلعب، انت تجي معناها قبل 48. لكن بصراحه حتى رياض بن نور سمعته حكي قال لي ممكن معين ومجدي وخليل شمام كانوا يستحقوا معناها، خاطر بصراحه تو مدرب خلينا نحكيه وسلام مدرب انت تريض الجو وانت اللي تركح الدنيا الكل، ليش باش تدخل كيكه تضرب ربيت دز ما ضربش ودز ولا تمشي تعيط واحد الاربيتر ما عنده حتى مشكله، عمل لك ديزينياسيون خرجك انت وخرج المجدي وخرج خليل وخرج بالغيث
معناها اذا ما عملتش انت هذوكم الكل ماهوش باش يعاقبك هو هكا ولا بتبقى. اذا قعدت انت على البنك بيسيرتو مدرب بصراحه هو صاحبنا وخونا ومدرب اللي معناها قام بدور كبير في الترجي الرياضي التونسي وعنده معناها مساهمه وهو معناها اللي جابوا معناها البطولات بطوله افريقيا معناها دو شامبيونز ليغ وبطوله معناها لكن بصراحه لازمك انت تريض الجو تريض الملاعبيه وانت تشد الكابيتان كابيتان هو اللي يريض الملاعبيه زاد معناها عنده دور كبير اليوم شفناهم تعاقبوا قبل 48 ممكن هذيك المظلمه اللي صارت معناها قبل 48 لكن شفنا اللي احنا صارت مناوشات بعد مباراه الزمالك في مصر تلوم على معين بالاخص وشمام انت هنا من نلوم عليهم صراحه نلوم عليهم معين سيرتو هو المدرب الاول هو اللي رايض الجو وشمام هو كابتن ومجدي مساعد انا تشد ملاعبيتك مازالك عندك شوط ثاني في تونس انت تنجم معناها معناها عندك شوط ثاني في تونس لازمك تستغله معناها تظهر كامكانياتك تظهر كل شيء تربح ماتشوك في تونس سيرتو تلعب في رادس وانت تعرف في رادس عندك 90% باش تربح حتى منها 2-0 وكان الماتش زادة كان الماتش يخرج 2-1 معناها في, في 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 مصر حسيلو برشا بون فما غلط صار في التكتيك غالي معناها صار في مصر اي شنو فيش بالضبط سيرتو خرج لك برمضان انت تو معناها الزمالك انت معناها تلعب 11 ضد الزمالك الزمالك متفوق عليك 2-1 مازالوا 8 دقائق ولا 9 دقائق يخرج برمضان ورقه حمراء اللي غالطه معناها مش برمضان اللي هم يستحقها لكن انت برمضان خرج لك شنو اللي انت معناها المدرب تقرا اللعب وتقرا مازالك درجي تلعب ب 10 ضد كيب باهي ومحترمه على الاخر بصراحه الزمالك عنده اوفنسيف وعنده وسط ميدان قوي ياسر كيما تفرجنا عليهم سيرتو ثلاثه مباريات تلعب ضدهم معناها ترجي ثلاثه مباريات سوبر كوب وشامبيونز ليغ اللي ريتور معناها تعرف الفريق هذا تعرفه تعرف لي بوان فور وتعرف لي بوان فابل اللي فيه معناتنا خاطر لي بوان فابل ممكن على الجناب الظهيرين ليسر عبد الشافي وحازم امام معناها شفت البونتو كيفاش جاي انت بتاع حازم تاع ترجي مشيرة اليمين الكوفرتير معناها اللي صار في مصر برمضان انت كي خرجت برمضان شنو تدخل انت بصراحه خلينا نسكروا اللعب دوزا مازالك شوط ثاني انا زيرو تتعدى معناها فاسيلمون معناها انا زيرو وانت موجود وما تشيرش لارسيل مول اللي عملتها انت ومعناها على مجدي اللي سميناها من بكري معناها تبدا انت موجود هنا على البنك والملاعبيه اللي كل معناها اللي زاتو كل عندك ما تسيرش انت بصراحه تدخل بيفو خرج بالرمضان دخل بيفو كوامي سكر اللعب انا درجي اللعب مسكر اللعب دوزا خير من تروزا 3-1 تصعب عليك خرج الوسط فرغ صحيح وخرت بالغيث مع كوليبالي لكن خليهم ثلاثه خلي ثلاثة دخلش ما دخل بالصغير هكا ولا دخل بالصغير ودخل المزيان هو غادي كيخرج له بالرمضان دخل بالصغير ودخل المزيان دخل بالصغير كهو مزيان دخل قبل ما انا بالصغير دخل بالصغير بلاصه بن حموده ولا ما اشعر يعني شونجمون كنت تنجم انت تستغل مازالوا لك سيرتو 9 دقائق 8 دقائق بخلاف الوقت الضايع نجم تستغل لما تسكر اللعب وما تسير حتى البيلانتي ولا ما تسيرش معناها خطر في وسط الميدان تولي تسكر وتعمل بلوك التالي وتلعب عندك شوط ثاني سيرتو هذي مش ماتش كوب معناها ماتش بركه تلعب وتروح هذي عندك شوط اخر 2-1 فما 90% تتعدى الترجي سيرتو تلعب في رادس انا حسب ما فهمت من كلامك الترجي انسحب في ماتش للي مش سيرتو اكيد سيرتو اكيد 3-1 بون صعيبه شو 3-1 هي ما فماش حاجه معناها صعيبه وحاجه امبوسيبل كيما في الكوره لكن خذا شوط كبير الزمالك معناها خذا فونتاج كبير حتى رجي سيرتو مدرب بصراحه درس الترجي بالكدا كيما نعرفوه مدرب الزمالك درس الترجي بالكدا ومعناها ثلاثه مباريات صحيح البارح الترجي فاز لكن معناها فاز وخرج من البطوله تعتبر كارتونون تفوق على الشعباني معناها تكتيكيا اكيد تفوق عليه انت شفت في السوبر كوب 3-1 شفت المباراه هي اكثر مباراه لعب فيها الزمالك وفي ومعناها لعب وكوره وكل شيء في ماتش السوبر كوب لكن ماتش الماتش للي شامبيونز ليغ الترجي كان قادر باش يخرج بنتيجه ايجابيه برشا سيرتو للاهداف اللي ضاعت على الاول وانت مركيت الاول معناها مركيت انت الاول غادي في مصر
سي تاني افونتاج معناها بصراحه. معناها المدرب لازم كنت تقرا تقرا خدمه المدرب شنيه. معناها المدرب ماكش مش جي انت تقول السلام ولا وسام ولا فلتان تقول له اعطي باس هكا ولا اعطي باس هكا. هو اللي مش يعمل كل شيء الملاعبي في الملاعبي في التيران. لكن المدرب وين القوه نتاعو؟ يقرا الواحد ويعرف الملاعبيه ويعرف شنو يبدل وشونجمونات ويقرا ماتش كامل ويقرا شنو الدوزيام ميتا ويقرا شونجمونات ويقرا كل شيء. انت انا نشوف اللي مدرب الزمالك تفوق على معين ثلاثة مباريات خرج من السيبر ربح السيبر كوب وربح السيبر سيبر كوب متاع مصر أنا في جرت بعضهم ماكسيسيف وربحك شامبيونز ليج في مصر واليوم خسر معناها نتيجة لكن تعدى هو معناها الوبجكتيف متاعه يتعدى وتعدى. اليوم حتى نشوف مواقع التواصل الاجتماعي برشا حملات تشكيك ونقد المعين الشعباني تعتبر هو مسؤول الأول على هزيمة ولا لا؟ لا ماهوش مسؤول الأول بصي هذه ماهيش تينيس ولا هذه كل واحد يلعب وحده هذه فوتبول جروب كبيرة جمعية كاملة عندك 11 يلعبوا ومدرب وعندك 8 على البنك معناها هذوما يتحملوا مسؤولية نشوفهم الكل. الإدارة بصراحة خلينا نقولوا كل واحد نعطيه حقه وإدارة قاعدة تقوم بواجبها أكثر من لازم وتشوف تقوم كل شيء معناها تشوف الترجي اللي هو ليكيب الوحيده اللي توا معناها مريقله اموره والله ما فماش حتى مشاكل فيها. نجم نلومه مثلا انت تسيب ستة اساسيين بين عام وعام في المشوف ما نشوفوهاش في حتى كيف العالم تقعد صحيحه معناها يخرج منها ستة اساسيين معناها اي صحيح لكن لهنا فما انا نشوف اللي ستة اساسيين فما معناها اليوم شفت انت البلايلي ولا فرانكوم بصراحه دخلوا برشا فلوس للترجي الرياضي التونسي غير الشعلاني خرج ليبر هو سايبه جسمه في تجديد العقود بالاخص اي تجديد العقود معناها هذيك المشاكل اللي تصير في 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 في, في الجمعيات الكل راهي معناها ملاعب يحب يجدد ولا ما يجددش هذيك انت صحيت لازمك تقرا له حسابه قبل من الواحد ما تشوفش بن محمد سامحني بن محمد هذا خرج ليبر خرج ليبر والبدري ما شفنا صار بريس كليبر خرج البدري زاد اي خاطر ملاعب يراه يلعب ربع خمس سنين في جمعيه معناها تلقاه معناها اي فما استراتيجيه كمان ما تخسبش ملاعبيه كل ما بعضهم انت ممكن تفكير اي صحيح اليوم بصراحه اسلام حتى هذي عندها دور كبير ياسر اليوم انت راك خرجت من ثلاثه بطولات راه ترجي الرياضي التونسي خرجت من ثلاثه بطولات بطوله عربيه سوبر كوب وشامبيونز ليغ بالضبط هذوما ثلاثه بطولات معناها في عام وشويه قعد شامبيونات ترجي متعود يهز فيها وما ويش مشكله كما هزاش ما تشوفش فما حتى تعالي شويه من الاداره حتى سمعت انا رياض بانوف في التصريح ليه قال اللي ما يحبش يجدد بشروطنا ما يجددش معناها وخاصه ما فتح السوق الجزائريه وجاب ملاعبيه تحبوا يعتقدوا ما كانوش في قيمه اللي خرجوا صحيح كان لاعبيه عندهم امكانيات لكن ماهمش في نفس القيم تاع اللاعبين اللي خرجوا غيلين والبليلي بون البليلي وفرانكوم هذيك معناها بصراحه دخلوا برشا فلوس والبليلي ديجا الترجي هي اللي رجعت له اسمه والترجي هي اللي رجعت معناها البلايلي كي رجعوا جاب سج شامبيونز ليغ دو شامبيونز ليغ كاو معناها فهمت الموتيفاسيون يمكن تقل شويه سلام معناها ملاعبي ما عادش يحب معناها يحب يخرج كي سوتو يبدا كونترا كبير كاو عطاك وعطيت وجاب لك فلوس ويزمو يخرج البلايلي خاطر اذا فما ملاعبي اذا تشد فيه ما عادش ينجم يزيد يعطيك وكوم دخل فلوس وجا واخذ فلوس وخرج ودخل فلوس للجمعيه اذا ملاعبي دخل فلوس بالمونطون هذاك مش كيما البدري معناها البدري لعب ثلاث سنين اربع سنين في الترجي كاو زاد لازم يخرج لكن انت تحضر بلون ا بلون بي شكون مش يشد بلاصه البدري خاطر ممكن البدري الوقت وجيز لكن كي خرج البلايلي حضرت انت شكون باش يشد بلاصه البلايلي كي خرج كوم حضرت شكون بون كوامي وقت حب جابوه وجابوا كوامي كيما كوم معناها الاكثريه معناها يلعب كيما كوم مش في نفس القيمه صحيت اما طلع مش في نفس القيمه كوامي كي جاء على الاول بصراحه ظهر امكانيات كبيره وقلنا هذا خير من كوم معناها ويبني اللعب وملاعبي عنده كاليتي بيفو مو شكل اللي معناها يفك ويطيش شفناه بصراحه على الاول المباريات الاولى باهي لكن بعد الاصابه كل ملاعبي واحد ياخذ رجع صحيح الاغلاط اللي صاروا من كوامي شفت انت في السوبر كوب وشفت في ماتشوات شامبيونز ليغ وشامبيونا معناها شفنا كوامي مش في مستواه وحتى في الصيف وسام تقريبا نفس المشكله باش تصير فهم عديد الملاعبيه في نهايه عقدهم كيما الجريدي اليعقوبي الزوادي شمام دربالي المبارك الفيدع هذم كل في نهايه عقدهم معناها ما يصيرش هذا نتصرف في فريق كبير كيما الترجي اكيد ملاعبيه يكون مقبل بعام تحكي معاه في التجديد انت بالطبيعه هذه استراتيجيه نتاع اداره انا قلت لك الاداره شكرتها خاطر بصراحه الاداره هي قاعده تكون بعلم الكبير انا اخويا نحب اذا تحب تحكي لي حاجه حتى تحكي لي شنو عمل ملاعب شنو عمل ولا اداره ولا مدرب ولا بالستاتستيك هذه اداره عندها دور كبير في تتويجات الترجي الاخرانيه دو شامبيونز ليغ نحكيوا عليهم والشامبيونات وكل شيء
وعندها غلطات كما قلت انت توا، معناها انت ملاعبيه مش تخرج لك ليبر، كيف ما تجدلهمش معناها كيف، وعامل انت بروجرامك معناها ولا عامل برنامجك. مالوريزمون احنا في تونس ما عندناش برامج، ما عندناش برامج، عندنا جمعيات تمشي كيك بو. الاسبيرونس بصراحه خلينا نقولوها الاسبيرونس قاعده كي تحب تخرج تجيب. اليوم خرج شكون جابت معناها الهوني، حضرت شكون اليوم عندك انت ملعبيه باش تخرج لازمك انت تحضرهم كيما حكيتهم لي كل هذوما تو، معناها يمكن جمعيه هذوما صحيح جمعيه كامله، إذا جمعية قاعد 9 ولا 8 ما وكش مجدلهم، دونك أنت عندك بلان بي، تو نشوفوا شوفوا الوقت شنو باش يجيبوا لاعبين. الاسبيرونس بدات الماتش كما يلزم حقيقي، اللاعب هدف أكيد قلنا مش بعد قلنا أكيد في ثنية صحيحة، لكن بعد تقول ايكيب واحد أخرى تكاو ما شفناش حتى فرص بخلاف فرصة الهوني، يمكن الاسبيرونس واقفة معناها. لا ما شفناش جملة، ما شفناش كورة امبارح بعد الهدف. جمهور ولا ملاعبيه ولا محللين ولا مدربين قالوا الترجي دخلت في الاحسن سيناريو وعملت الترجي، خاطر انت في الكوره في الفوتبول في كره القدم لازمك لونتام دو ماتش، هذيك الدخله نتاع هذيك الدخله لازمك تربحها وسهلت الماتش انت قعدت بونت ويعدي ماتش كامل. انت لادفيرسير باش مش تخوفه، الدخله نتاعك، الدخله نتاعك قدام جمهور قدام في ستاد نتاعك، الدخله نتاعك هذيك لازم تكون قويه الاربع ساعه الاولى. احنا الدخله كانت معناها إيجابية جدا، 3 دقائق هدف قلنا سيد ترجي دخل في الماتش ومش تربح والأكثرية معناها زادت الهدف الثاني ميجي في الشوط الأول، لكن التراجع بصراحة ما فهميش، ما شفناش الترجي اللي تلعب معناها بالروح اللي شفناها متاع عملاول ضد الاهلي المصري هذيك بتاع البدري وكل الاهداف اللي جات بتاع سعد بقير، الروح هذيك ما شفناهاش، شفنا معناها حتى الكره تخرج بسيف معناها من يعقوب وبدران تقريبا الدقيقه 83 من لعبه الزمالك يدوروا في الكره، من لعبه راجي واقفين يدوروا في الكره، اخزر يا اسلام يدوروا في الكره وهما عارفين اذا يقبلوا بونتو يخرجوا معناها. يعني ناس بصراحه عندهم دي كاليتي ملاعبيه، طارق حامد فرجاني ساسي في وسط الميدان قاعدين يحكموا، هما اللي من يطلعوا البلوك، هما اللي ياخذوا الكره من الديفونس للاتاك، هما اللي يعملوا التنشيط الهجومي. خاطر منين تجي ديفونسير بيفو ولا اريير، ديفونسير يعطي الاريير ولا بيفو هو اللي يقرا اللعب ويخدم الريجيسور قدام ولا الدميات قدام. هذو ما شفناهم عند الزمالك وما شفناهاش عند الترجي البارح، كوليبالي وكومي ما شفناش خدموا قدام، وفادي بنشوف وبنساحه والهوني البارح، هذوما ريتم الخمسه هذوما هم اللي يحكموا في الطرح، هم اللي يحكموا في اللعب. الهوني وبنشوق وبنساحه وكوامي وكوليبالي ما شفناهمش البارح اللي خدموا وترى وخدموا معناها، والهوني معناها خدموه شيء ما شفناهمش، ما شفناش شكل التنشيط الهجومي اللي يخدم اللي خدم في الملعبيه باش الاتاك بنشوق يعني هو الريجيسور. ما شفناهش البارح اللي معناها عمل ماتش كبير ولا باسيت راس ولا فهمتني شنو نحكي لك، ما صارتش هذيك. ولا انه كان مساهم في البينالتي مساهم بينالتي ما بينالتي راهي هكا ما صحيح مش يعطي باس ضربت في يده بينالتي صحيحه ما فيها حتى واحد يشك فيها وديجا حتى هما ما أي. لكن معناها بالبينالتي ما شفناش حكايه كبيره معناها من لاعبيه الترجي. ممكن الرصيد البشري كما قلت انت ناقصين ملاعبيه هذاك اللي والاوتوماتيزم اللي صار بينات الملاعبيه قبل معناها كيما تعرف انت بالشتي اللي حكينا عليه، فما اوتوماتيزم كبير بينه وبين الهوني نجم يتعدى دي بوردي ويسنتر ويخرج صحيح. ويخرج للهوني اثر وبالغيظ هذا اللي متعود يلعب مع الهوني ويلعب مع وتارا ورميز ويلعب قدام، هذا اثر برشا على على الهجوم نتاع الترجي التونسي. بالنسبه للتغييرات دخل بن حموده بلاصه بنشوق مزيان وبلاصه وتارا صغير بلاصه كوليبالي، كيفاش شفتهم التغييرات بلاصتهم كانوا؟ خاطر المدرب ما عادش عنده حتى حل خاصه معناها رابح واحد بلاش لازم ما يسجل هدف ثاني، كيما قلت لك اسلام ما عندوش ليزاتو كل ما عندوش الملاعبيه اللي سيرتو هذاك هون موجود على البنك سيرتو اوفنسيف، الماتش قريب بيوفا والترجي رابح واحد بلاش يحب يسجل هدف الثاني باش يتعدل النصف النهائي. اما وسام نحسوا كانوا فما ما غير استراتيجي معناتها انت تلعب في ليزيليي تقريبا خمسة اجنحه يلعبوا فيهم ثلاثة يحبوا يلعبوا كان على اليسار معناتها نفس الواحد معناتها ما فماش فكر هجومي، فما كان تكدس في المهاجمين ولعب يلعب قدامك معناتها يستنى اكسبلور انديفيدويال ممكن حاجه هكا اكيد. ما انت حتى بعد خاطر بعد سيد اسلام المباراه
يمشي الوقت سيء، خاطر حتى المدرب ولا فكره ما عادش معناها في مع شكون عنده على البنك، يتلف شكون عنده على البنك، عنده اتاك هو ولا ديمي، مش يدخلهم اوتوماتيك، خاطر يقول لك باش يدخل، باش يدخل ديفونسور هو ولا اري دروا ولا ريغوش باش ولا بيفو باش يربح، ما هو بتبيع مش يدخل لي زاتاكون. لكن في وسط تيتي مازالك ربع ساعه اربع دراج نشوف اليعقوب يطول وكله طول في الكوره، وكله طول في الكوره ماشي للجارديان ولا ماشي للديفونسور. لا وما عندكش شكون يضرب براس برابور محمود علي والونش انت بلعبيه تبارك الله كذا خذوهم الكوره الكل، خذوهم الكوره الكل. دخل بن حموده معناها ممكن بن حموده الوحيد نجم ياخذ براس، اما بقي الكل من لعبه يقصر معناها هوني وصغير نورمالمون صغير، ولا بن حموده لو حطوا اون بوينت فهمني بن حمود يلعب اون بوينت اي معناها ولا الصغير معناها وجنب وترا ولا ما يلعبش غادي ماهيش بلاص انت حطتهم الكل كدس على اللي صار ولك وبن ساحه وكلها تلعب معناها ما فماش فكر. ربع ساعه الاخر يقول لك ملاعبي هو اللي باش يعمل اكسبوا كيما قلت انت كان عمل الاكسبوا امريكا، خاطر ما شفناش بصراحه فكر ربع ساعه الاخر ولا اربع دراج الاخرين ما شفناش فكر هجومي، فماش واحد يمشي رميز الاخر في البلاصه الاخرى الاخر يدي بوردي الاخر يخرج رتريم فيهم كدس لاعبيه قدام وطيش عليهم لعب وماركيلي كيما جا وكيما جا شفنا برشا مرات مزيان والهوني وبصغير ساعات بصغير فرد لينيا فرد مع بعضهم في فرد لينيا معناها نورمالمون لونترونور المدرب يوجه الملاعبية ربع ساعة مازال برشا وقت ربع ساعة ومع 3 مينيت و 4 مينيت وقت ضايع معناها برشا وقت راه في مينيت معناها تنقصك بونت نقص بونت وادخل معناها بعمل اللي زي الروح قلت لك الروح نتاع باش تتعدى الترجي ما شفناهاش البارح بصراحة. غياب الشعباني وتراوي على البنك ينجم يكون أثر شوية ولا أكيد توجيهات مدرب، مدرب مستنسين به ومدرب يعرف كل شيء الكبيرة والصغيرة في جمعيته ويعرف ملاعبيته كل كما قلت أنت ممكن كجمعين راهو هذا اللي ما ديش هذا ما صارش معناها السيرتور ربع ساعة ولا ربع درجة الأخرين ما صارش معناها روجهم لاعبيته ويجيبهم يحكي معاه يمشي غادي مش كمل قلتي معناها خبرة كبيرة تبارك الله ولا خبرة كبيرة لكن ملاعبي تو خويا ملاعبي راهو نعمنا كورة ونعرفه مستنس مدرب ممكن مدرب ما يسمعوش تقول أنت ممكن ما كيكا والبرسيون تاع الماتش وما تعرف الضغط وكل شيء ممكن ما سموهم ما ركزوش معاها ما كي مستنسوا معين اكيد جدا هذه عندها دور كبير هذه بي نحكيو قبل الاخبار مزود دقيقتين اللي صار بين الاحباء بين الشوطين معناتها مش هذا الجمهور الفرنسي تعودنا به الجمهور الفرنسي مستنس يدز لاخر دقائق بس ما شويه جابوا من الجمهور ماتش بريمير ظهر لي عملناه والماتش الاهلي رومونتادا اللي صار ومش هذا الجمهور الفرنسي ظهر لي والعرك اللي ديما نحكيو عليه بين الاحباء اكيد اكيد والفيراج كان مسكر وكان حلوها كان الماتش هذا بصراحه ما شفناش كما قلت انت الترجي جمهور الترجي دز لاخر لحظه شفناه في الماتشات اللي حكيت عليهم انت البارح شفنا شفتي جمهور الترجي عايد بالميتون والميتون ولا معناها سيرتو كيف الميتالون شفتي جمهور يدز مع جمعيته مش قاعد يدز ومش قاعد يعيط كان يخرجوا حتى هم اللعبه تلاوب المشاكل بين الجروبين صحيت هذه بصراحه هذه ما شفتها كان في تونس وشفت كان الحكايات هذيا معناها جروب تنتي بلوبجيكتيف نتاعك شنو هو ما جمعيتك تربح ولا بجمعيتك تهز الشامبيونز ليغ علاش العركه هذيا تحب جروبات اكثر من اكثر من جمعيه جمعيات الكل مش كان ترجي تي في نحكي اون جينيرال نحكي اون جينيرال الكلوب جينيرال اون جينيرال مثلو انت تلعب ضد ادفيرسير في تونس الشامبيون تاع تونس والله يقولوا تعديت وهذه اما انت عندك جمعيه برك البارح تلعب جمعيتك ومحتاج للجمهور محتاج للجمهور وانت تتعارك مع معناها حتى وصمة عار على الكورتنا وعباد هذه تلعب ضد ناس تتفرج وعالم عربي والافريق كامل يتفرج وحتى من برا هذه عارك وحتى صارت مناوشات كبيره بعد الماتش صارت مناوشات كبيره لبرا وجمهور ماهوش قاعد جاي وبصراحه مش قاعد فما ما نحكيوش على الجمهور الكل نحكيوا على الجمهور اللي صار هالجروبات فما حتى كرهبة محروقة شفناها في التصاور فما خمسة ولا أربع كرهب فما خمسة ولا أربع كرهب وبعيد على الستاد اللي في ليه هذيا كل هذيا كل هذيا كله هاك تشوف يا إسلام أبار الجروب هاكا راجع بالمذرة على الجمعية بالضبط خطايا بالجملة خطايا وبار أنت خطايا كانت دز معها الجمهور وعياط امبارح راهو النجم يجي لبونتو جاب بونتو جمهور الترجي جاب برشا ماتشات جاب اهداف صحيح جاب اهداف وجاب دي تيتر جمهور الترجي وهذا كله راه ما نحكيوش على جمهور الترجي هذوما جماعه من جمهور الترجي مو جمهور الترجي كله كمان بالضبط ما نعموش صحيح باين نمشيو للاخبار وبعد متواصلين في زون ميكس حتى للخمسه متاع العشيه 6 على 7 اسامه الخليفي